السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم أن أقل صفقة أسلحة تستوردها اليمن لا تقل قيمتها عن مليار دولار؟ وهل تعلم أن الشعب قدو ميت من غير سلاح؟ وهل تعلم أن البلد مش ناقص سلاح، فيه 60 مليون قطعة سلاح؟ وهل تعلم أننا شعب مهمة تسديد ثمن الحروب لمسؤولين مهمتهم إشعال الحروب؟ وهل تعلم أن وراء كل حرب عظيمة كروش كبيرة ومصالح عظيمة؟ هل تعلم أن الحرب للمسؤولين صيت وللقبائل فيت وللشعب قيت؟ هل تعلم أن الدكاترة وصفوا الشعب اليمني على 3 حروب قبل كل جرعة و3 حروب بعدها؟ هل تعلم لماذا نحن أكثر شعب نخوض حروب؟ لأننا أرق قلوبا وألين أفئدة، فقالوا يخرجونا من الرومانسية إلى الأكشن، لأننا نسوي بروفات لغزو كوكب آخر وهذا الكوكب مظلم، علشان كذا مطفين علينا الكهرباء علشان نتعود على الظلام، لأن عدد السكان في اليمن يساوي عدد السكان في دول الخليج جميعا، وضروري علشان ندخل مجلس التعاون نخفض عددنا بحيث نصبح مساوي للدول المنظمة. أيها الأخوة المواطنون، هيا بنا نحارب، هلموا إلى ساحات المعارك. ليس مهما أن نأكل أو نشرب أو نتعالج أو نعيش كما يعيش العالم، يكفي أن نحارب لنمضي بهذا الشعب قدما في مشاريع البنية التحتية تحت التراب، لنخفف من حدة النمو السكاني لشعبنا، لنحافظ على اللياقة البدنية لجيشنا المغوار، لنحمي شعبنا العظيم من خطر السمنة، ليكون رشيقا رشيقا رشيقا. لولا الحروب ما ازداد عدد الأيتام والمعاقين الذين هم بركة المجتمع. هيا بنا نحارب لنحقق التنمية الزراعية في زراعات العبوات الناسفة. بالحروب نصنع جيلا قويا، فالأطفال يشطحطوا منذ نعومة أظافرهم، وبالحروب نقضي على البطالة من خلال مشروع خزيمة لتجنيد الشباب بالبطائق في وظائف كبش الفداء في ساحات الحروب. وبالحروب نوفر الملايين من العملة الصعبة، فنحن نعقد المغتربين من العودة إلى بلادهم، وننمي حركة الاستثمار في المقابر، وتزدهر تجارة الأقمشة والأكفان، ونمضي في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن والصومال في مجال الحرب الأهلية، وننمي حركة الواردات من المواطير والشموع والأسلحة، ونوسع شبكات الصرف الصحي من خلال حفر الخنادق والمتارس، ونحمي الشعب من الغزو الفكري والعولمة من خلال إطفاء الكهرباء وعزله عن العالم، وننعش الحركة النقابية، نقابة الحانوتيين ونقابة المرملات، ونرخص أسعار العقارات، ففي المناطق التي يشتعل فيها الحروب يستطيع المسؤولون أن يشتروا الأراضي والمنازل بأرخص الأثمان. هل تعلم ما هو الفرق بين الحرب في اليمن وبقية الحروب في العالم؟ في العالم عندما تقرأ حرب تجد غالبية السكان بلا نوم، في اليمن تقول له قرحة وقنبلة نووية يقول لك دفني بالبطانية. في العالم أول ما تقرأ حرب تسمع صوت صفارة الإنذار، في اليمن أول ما تقرأ الحرب تنقطع الكهرباء. في العالم الناس ينزلوا البدرومات والملاجئ، في اليمن يطلعوا أسطح المنازل طالعين يشوفوا صاروخ ولا قوس قزح. في العالم يجلسوا يدربوا المحاربين سنين، في اليمن أول ما يتحاربوا يفتحوا باب العسكرة. في العالم بعد الحرب تأتي حرب باردة، في اليمن كل ما حميت طابت. في العالم حرب تكتيكية، في اليمن حرب إتريكية غدرة بدون كهرباء. في العالم الناس يتصلوا ويقولوا لك محتاج شيء، إن شاء الله تكون بخير. في اليمن في الغالب ما يتصل بك إلا واحد يتسلف منك أو أنت متسلف منه. في العالم تعرف الأخبار من التلفزيون والنت أولا بأول، في اليمن الكهرباء طافية والإنترنت مقطوع ومصادر الإخبار كلها قالوا وسمعت وكلمني صاحبي. في العالم يا روح ما بعدك روح، في اليمن ما بدأ بدينا عليه. في العالم أهداف استراتيجية للحرب، في اليمن حرب وحاجة ولقاط مسابح وبيع مواطير وصوبرة وطوبرة. في العالم حروب مضيئة، حرب النجوم، حرب الكواكب، حرب الفراولة. في اليمن حرب الظلام، حرب المياه، حرب البترول، حرب الطماطم. في العالم قصف وقائي، قصف هجومي، قصف محدد بخارطة أو كمبيوتر. في اليمن قصف عشوائي يقصف وما معه حتى ناظور. في العالم أسرى الحرب محددين، في اليمن الشعب هو الضحية وهو أسير الحرب،
في العالم إذا جرحت حرب لا تقام أعراس. في اليمن المبنى الواحد تجد فيه صالتين، صالة أعراس وصالة عزاء. في العالم تبدأ بمفخة كبريت وتنتهي بسيارة مطافي. في اليمن تبدأ الحرب بصواريخ ومدافع وتنتهي بطماش وطليعات. في العالم يتحاربوا بأسلحة مذهلة، في اليمن يتحاربوا بأسلحة مذحلة. عطروا قلوبكم بالصلاة على النبي، استودعكم الله.